اهلا بيكم. احنا جايين النهارده نعمل مع بعض اكله كده يعني خفيفه ولطيفه، تنفع صيفي وتنفع شتوي، ما بنقفش فيها من المطبخ في الاخر، يعني اكله نغمض علينا ونفتحها ربع ساعه نلاقي نفسنا خلصنا الاكله دي، وهي بيكاتب المشرب، بس بيكاتب فراخ. هنعملها بطريقه سهله وبتركات كده صغيره تحسسنا ان احنا بناكل في مطعم ايطالي بجد. يعني بصوا يا جماعه، المره دي هنعمل البيكاتا بصدور الفراخ الرفيعه مش التخينه، رفيعه بالحجم ده اللي هو الوسط، مش رفيعه قوي ولا تخينه قوي. دي بتحافظ ان هي تبقى مستويه بشكل اسرع، وفي نفس الوقت بتفضل جوسي من جوه، اللي هي طريه كده ممتعه واحنا بناكلها. هنحط الفراخ في البوله، طبعا غاسلينها ومنضفينها وتمام. هنحط معلقه صغيره ملح وحوالي ربع معلقه صغيره فلفل اسود. دي كل التوابل اللي احنا محتاجينها في الوصفه بتاعتنا النهارده، ملح وفلفل اسود بس. هنقلبهم كويس قوي. الخطوه الثانيه هنحط دقيق، وده بقى يا جماعه سر من اسرار البيكاتا بتاعتنا النهارده، اللي هي بتدي الطعم الايطالي اللي ملوش حل. جبنه رومي مبشوره، بس مبشوره ناعم قوي كده. هنحط معلقتين حلوين كده عشان نضمن ان هي دخلت في كل الفراخ. هندهن كل قطعه بالليمون بالشكل ده، وناخدها ننزل بيها في الدقيق. هنعفرها تعفيره خفيفه قوي كده، مش محتاجين اكتر من كده. في طاسه على النار هنحط شويه زيت صغيرين قوي مش كتير، هننزل بقطع الفراخ. هنبدأ نقلبها على الوش الثاني، هي كده خدت لون ذهبي خفيف اهو، وده الشكل اللي احنا بنوصل له. في نفس الطاسه مش هنعمل اي حاجه، هنضيف مكعبين زبده بس كده زي الفل، مش عايزين حاجه ثانيه. فص ثوم مفروم، ثوم هنا يا جماعه بيعلي التست بتاعها جدا جدا فوق ما تتخيلوا. هننزل بالمشرم، المشرم كده تشوح التشويحه بتاعته. هنبدا نضيف الشوربه، معانا كوبايه كريمه لباني، لو مش موجوده ممكن نستبدلها ان احنا نجيب نص كوبايه لبن او كوبايه الا ربع لبن، وعليها 3 معالق كريم شانتيه باودر يا جماعه، بس من غير سكر. الخام اللي بنستخدمه في التورت بيكون من غير سكر خام، بنبه عشان ما تبقاش مسكره. ونخلطهم عليها ونقلب فيهم كويس قوي قوي قوي، وبعدين هنضيفهم، هيدينا نفس الطعم ونفس الشكل بتاع الكريمه اللباني. هنبدأ ننزل بقطع الفراخ بتاعتنا. كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنسيبها تغلي دقيقة بس، دقيقة مش اكتر، عشان الكريمة اللي احنا حطيناها كده خلاص. هنطفي عليها، وبكده احنا انتهينا من الوجبة بتاعتنا النهاردة. كده بقت وجبة كاملة اهي، قدمناها مع رز ابيض. يا رب تعجبكم، هستناكم تجربوها، وهستنى رأي حضراتكم في التعليقات. باي باي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.